À l'époque, c'était le bureau. C'est un bureau d'études Milaïdon. Il existe ce bureau d'études. Il est en dissolution. L'entreprise de réalisation. Le musical a dit qu'il y a un bagage de sa place. Il y a un bagage de sa place. Il y a un bagage de sa place. D'accord ? Moi, je parle aussi donc. Si il y a ça, il y a un bagage de sa place. Il faut sortir de cette politique-là. Pour qu'il y ait un bagage de sa place, par exemple, il y a un bagage de sa place. Il y a un bagage de sa place. عايشين تما ما عندوش حتى ان فيت ما عندوش حتى كارو دايرين له طرف نتاع كارتون مسدين له بيت تاعها ثاني هاد الحوايج هادو كيلو ريابيليتي يلفو فالوريزي يلفو فالوريزي دونك نوتر باتريمون قول فالوريزي انا نقول لكم حاجه الشيء اللي تخدموا السنه بار اكزومبل العام هذا تخدم غير 20 متر تاع كودرون ولا تخدم 20 متر تاع بافي كيما قلت لك العام الجاي عندك 20 متر تاع بافي كانت العام اللي فات ان بوزوا السنه راهي مخدومه داكور des superficies occupables des parkings. Au contraire, on va valoriser les sites avec la nature des sites. Propriété au profit de la presse. Alors en 2009, je crois, décision, j'ai trouvé. Ça ira bien, j'ai deux filmés, les familles, j'ai deux filmés. On écoute comme j'ai deux. Mais donc, acte de propriété, vous faites la procédure réglementaire, vous le mettez à la disposition de l'agent. Moi, j'ai deux filmés, donc j'ai. On est le maximum d'informations et d'éclaircissements à toute la population orale. Parce que tout le monde qui l'appelle le انا نقول ونكرر بلي باش اذا كان ما فيهش مجهود يعني منا جميعا نحن والمجتمع المدني والناشطين في هذا الباب هذا فوهران ليست الناحيه الشرقيه وهران هي كل وهران بما فيها الناحيه الغربيه كذلك الذي وجب علينا ان نتكفل بها احسن تكفل فالمدينه القديمه يجب اعاده الاعتبار لها من خلال اول قبل كل شيء القضاء الاحياء القصديريه والسكن الغير لائق القضاء كذلك وإخراج العائلات كذلك من العمارات المهددة بالانهيار وبعد ذلك العملية نتاع إعادة كذلك تهيئة المدينة من جديد العمارات المصنفة في الخانة الحمراء والذي تمثل خطرية واللي يعني سي تي سي قررت أنها يتم هدمها ستهدم والعمارات المصنفة في الأخضر وكذلك في البرتقالي هذه العمارات هذه سيتم إعادة الاعتبار لها ونقول ونزيد نعاود يعني العديد من العمارات هي ملك للخواص على مستوى المدينة القديمة وعلي احنا نطلبوا من الخواص اللي حابين يعاودوا بناء العمارات نتاعهم انهم يتقيدوا بما يلي اولا وقبل كل شيء العمارات المصنفة حمراء واللي السي تي سي اتخذ القرار بهدمها واذا كان يعني اصحابها يريدون اعادة البناء نتاعهم اولا وقبل كل شيء فهو الالتزام بالطابع العمراني يعني انه العمران لما نعاودوا العمارات هذو يكونوا بنفس الطابع العمراني
اللي موجود على مستوى المنطقة. الأمر الثاني التقيد كذلك بالعلو، عدد الطوابق، يعني إذا كان طيحنا عمارة من يعني 4 أو 5 طوابق يعادل البناء بنفس الطريقة 4 أو 5 طوابق، ما نقدروش نشوهوا المدينة نتاعنا ب يعني عمارات ضخمة اللي فيها 18 و20 طابق إلى غير ذلك. اللي حب يبني 18 و20 طابق أنا نقول ونزيد نعاود، يعني في المناطق اللي يعني أدوات التعمير تسمح بذلك فنحن لا نرى مانعا في ذلك. ونزيد نقول باللي باش يعني حتى إذا كان فيه ناس اللي حب يدير حتى يعني 50 أو 60 طابق عمارات شامخة فنحن مع ذلك ما كان عندنا حتى إشكال إذا كانت يعني كل الظروف التقنية متوفرة لإنجاز ذلك وأدوات التعمير كذلك تسمح بهذه الأمور هذه. أما المدينة القديمة فوجب علينا التقيد بما هو موجود، ووجب علينا كذلك أن نكون يعني ملتزمين بما هو موجود على مستوى هذه المدينة القديمة حتى لا نخرج يعني من الطابع التقليدي والطابع كذلك يعني التراثي نتاع المدينة القديمة. دونك هذا الشيء اللي حبيت نقول، نتمنى ان شاء الله انه اللقاءات اللي راح تكون في الايام القليله القادمه تكون يعني مثمره وناجحه حتى تسمح لنا باش نمشيو يعني وبسرعه لاننا نشوفوا يعني باللي باش وجود بعض التشققات، وجود يعني بعض الامور التي لا تسر الناظر اقول، ف يعني من خلال نظرتنا احنا نشوفوا باللي باش يعني الحلول بسيطه وبسيطه جدا وتقدر يعني بحلول بسيطه وبامكانيات محليه بسيطه اوسي كذلك يمكن ان نعيد الاعتبار الى هذه المنطقه هذه ونجعل منها يعني منطقه سياحيه بامتياز، ثم ننتقل الى مناطق اخرى التي توجد كذلك تقريبا في نفس الوضعيه. فنظن باللي باش حان الوقت باش نتكفلوا بالمدينه القديمه، لانه كما قلت وهران ليست المنطقه الشرقيه بل وهران هي وهران بكاملها، والمنطقه العتيقه والمنطقه القديمه والسكنات يعني هذه اللي والمناطق المصنفه كذلك وجب علينا أن نعطيها القيمة اللازمة وأن نتكفل بها أحسن تكفل حتى تكون يعني المدينة بكاملها في مستوى تطلعات